السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. النهاردة الجمعة، النهاردة يعتبر أول جمعة هنصليها في سويسرا بعد موضوع كورونا. الحمد لله المساجد والكنائس والمعابد هتفتح في سويسرا من اليوم. في شوية إجراءات في المسجد لازم الواحد يخلي باله منها. احنا لازم نملدن، يعني لازم نكتب، هنقول انا جاي مثلا كم فرد، يعني هحط لكم اللينك في تحت الفيديو. الصلاة هتبقى برضو بمسافة 2 متر لسه برضو موجودة، وياريت كل مصلي رايح الجامع النهاردة يجيب سجادة الصلاة معاه، يعني سجادة الصلاة بتاعتك هتعمل بيت وتوضى وتعالى على المسجد، عشان هما مانعين التجمعات بعد كده، يعني وقت دخول الجامع وبعد الخلاص من الصلاة، يعني تخلص صلاة وتروح على طول على بيتك. الماسك إجباري في المسجد، لازم تلبس ماسك، ولو واحد مريض ياريت يكون في البيت، يقعد في البيت. بالنسبة للحمام والتواليت والفيتسي ممنوعة، مقفولة، يعني مفيش حمامات ومفيش وضوء، مقفولة ممنوعة، يعني تتوضى في بيتك. الكمامة طبعا لازم، ولو واحد مريض يقعد في البيت. الأطفال من 12 سنة وطالع مسموح ليهم ان هم يروحوا المسجد، عشان المسجد طبعا دورين، وانت عارفين الدور الثاني كان للحريم، فللاسف دلوقتي منعوا الحريم والمسجد هيكون للرجال فقط عشان المساحه، عشان لو مساحه الناس كتير جات، هو اقصى حد 300 فرد. سويسرا يوم الاربعاء اللي فات عملت قرارات ممتازه جدا، اللي هو اقصى تجمع يكون فيه 300 فرد، اكتر من كده ممنوع، ولازم نحافظ على الاتنين متر. القرارات التانية اللي طلعت من سويسرا في يوم الاربع، قرارات كانت مهمة جدا جدا يعني للبلد كلها. اولا بيشكروا الشعب تاني على الوعي الثقافي، شكرا للشعب والمقيمين في داخل سويسرا، عدوا المرحلة دي ان شاء الله. بالنسبة في كموضوع الحدود والفتحان المحلات والسوبر ماركت وحمامات السباحة والمسارح والسيما والكورة والاستاد والكلام ده، من 6 يونيو تبدأ سويسرا، نقول كده ان هي ترجع 90% او 95% للطبيعي. التجمعات اللي كانت من 5 افراد فقط مسموح بيها، من يوم 6/6 هيكون التجمع ل 30 فرد، يعني اللي عاوز يعمل جبوسك بارتي، عاوز يعمل عيد ميلاد، يعمل حفله في بيته في الجنينه عنده في الحديقه، مسموح لحد 30 فرد. غير كده اكتر من 300 فرد ممنوع. بالنسبه للحاجات اللي هتفتح طبعا التجمعات اللي هي السيما والاستاد وكده، كل واحد لازم يقدم كونسبت هيعمل ايه، ولازم برضو نحافظ على الاتنين متر. ازاي كل واحد يتصرف ويشوف هيعمل ايه، يعني لو السيما مثلا المكان بيشيل 50 او 60، لازم السيما نفسها تقرر هتدخل كام فرد. الخبر المهم جدا ان حديقة الحيوان هتفتح يوم 6 يونيو. 6/6 هو يعتبر عيد ميلاد سويسرا الجديد، هنرجع للطبيعة تاني 90% اذا سمحت الامور. لو حصل اي تطور ممكن في حاجات هتتقفل تاني، لان دلوقتي احنا بنتكلم في كورونا في اعداد بسيطه جدا، يعني 5 لحد 15 فرد في اليوم، لا اكتر ولا، يعني ارقام صغيره جدا. وطبعا هما المستشفيات هنا جاهزه وعندهم امكانيات، بسم الله ما شاء الله. فتح الحدود مع النمسا والمانيا وفرنسا هيبدا من يوم 15/6، لازم نركز، الحدود هتتفتح مع ألمانيا والنمسا وفرنسا إن شاء الله يوم 15 يوني أو 15/6 إذا سمح الوضع بذلك،
يعني لو في اي بلد عندها مشكله جت تاني، مشكله تاني كورونا، ممكن تقفل الحدود. ايطاليا كانت عاوزه تفتح يوم 3/6 مع سويسرا، سويسرا رفضت، قالت لهم اصبروا شويه. هو ده الحاجات المهمه اللي قالوا عليها. البندسرات لما اتكلم هو فتح الباب للجميع، وبعد كده كل كانتون يقرر هيعمل ايه. الكانتون اللي هو المحافظة، والمحافظة بيبقى فيها ايه، بلديات كتير. محافظة زيورخ كبيرة فيها بلديات كتير جدا. فدلوقتي الكونسبت بتاع الجماعين دي او الجماعين دي ودي ودي لازم يتفقوا كلهم مع بعض ويشوفوا حل للمدارس. دلوقتي المدارس بيبقى نص الفصل. هل يوم 6/6 هترجع المدرسة كل الفصول تبقى مليانة زي زمان؟ دي الكانتون هو اللي هيحدد دلوقتي. احنا لحد دلوقتي ما فيش اي خبر جانا. بالنسبة للسبورت، السبورت اللي هو اللي هي زي المصارعة دي السويسرية دي لسه قافلين عليها شوية يعني. لكن غير كده مثلا فولي بال، هاند بال، باسكت بال، يعني بيقول لك ماشي. بالنسبة للكورة احنا هنبدأ نتمرن من يوم 6/6، لكن احنا مش عارفين الدوري هيبدأ امتى، يعني محدش يعرف. النوادي الكبيرة هيدخلوا في الاستاد 300 فرد فقط. طبعا دي خسارة مالية كبيرة جدا جدا على النوادي الكبيرة طبعا، اللي بتدفع مرتبات كبيرة والدخل بتاعها بيجي كله من الفانس اللي هو الجمهور اللي بيحضر الماتشات. لكن احنا نحمد ربنا ونشكر فضله ان سويسرا عدت الخطر الحمد لله، وربنا يعدي على خير، وعقبال كل البلاد كده يمشي موضوع كورونا ده على خير باذن الله. الجامع زي ما قلت لكم تاني، انا هسيب لكم اللينك تحت عشان تكتب، يعني اللينك طبعا عندك انترنت عشان تكتب اسمك وتقول انا جاي عشان العدد، وتجيب المصليه معاك، سجاده الصلاه معاك، اتوضى في البيت ماشي. الاطفال بعد 11 عام، اقل من كده ممنوع. المريض يقعد في البيت، وبلاش تجمعات داخل الجامع بعد الصلاه وخارج الجامع. هو ده المطلوب. تمنياتي ليكم بوقت سعيد، وشكرا لكل المشتركين في القناه عندي. سلام عليكم.